ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما شفنا في بداية فقرتنا وبداية حلقتنا كان معانا شعراء مميزين، في اختلاف في فقرتنا التانية معانا شاعرة جميلة وكاتبتين، وبرضو في نفس الوقت الكاتبة هي شاعرة في نفس الوقت. نتعرف بيهم، وكاتبة جميلة غادة كشك، أخبارك إيه؟ نورة. وأسماء محي الشاعرة والكاتبة برضو ما نقدرش ننسى، وشروق طه الكاتبة والشاعرة، صح؟ الاثنين ميكس كده مع بعضهم. في البداية غادة، كلمينا عن كتاباتك، ليه بتختاري الكتابة مع الشعر؟ يعني ليه دمجت الاثنين مع بعض؟ أول حاجة أنا اخترت الكتابة علشان حسيت إن أنا فيها، اتجهت للفصحى، جربت أكتب عمي لكن ما لقيتش نفسي فيها، لقيت نفسي في الفصحى، كانت أول تجربة ليا اللي أنا كتبت خطرة بسيطة، ولقيت أختي بقى جميلة ومعرفش إيه، يوم عن يوم بقى بدأت أكتب أكتر، بقى بيجي لي بقى ناس كتير ما شاء الله كتبات كويسة، بدأت أنزلها بقى على السوشيال وبس. وبدأت في نجاح، شايف في نجاح؟ بدأ في نجاح كبير ما شاء الله. بعدين بقى بدأت أكتب الكتاب، كان في نهاية شهر 6، حصل اضطراب في أول 7، جدتي توفت ومشاكل، وبعدين بقى كملت، بعدين فضلت أكمل ما استسلمتش يعني، كان بيجي لي انتقادات لكن كملت، فضلت أكمل حد لما الحمد لله عملت كتاب نافذ ضده. أنا أتكلم عنه، نيجي كده نتكلم عنه. أسمع عاملة إيه؟ نور. ليه أنت كاتبة؟ ليه اخترتي أنك تلقي حتى الإلقاء بتاعك كتابتك؟ لا كتاباتي. يعني أنت بتكتبي شعر في الأساس؟ بس أنا أصلا يعني كنت بكتب من وأنا عندي 11 سنة، بس دي كانت بسبب حاجة كده، كان مدرس عندي كان بيقعد يتنمر كتير، مش بحب الرياضة أصلا، واللي هو ايه فاكر نفسك تبقي نجيب محفوظ ولا ايه؟ اللي هي الرياضة واحد زائد اتنين ولا الرياضة لا لا، وانا لسه في 5 ابتدائي كده، كان لسه عندي 10 سنين، فبدأ اللي هو يحط عندي حتة اللي هي ايه، انت هتبقي كاتبة يعني هتبقي نجيب محفوظ، فاللي هو لا انا بعد 9 سنين الحمد لله مش هكون نجيب محفوظ، انا هكون انا أكيد هكون نفسي، فاتجهت الموضوع الكتابة ده لمدة 9 سنين بحاول ان انا اطور من نفسي. من وانت عندي كم سنة؟ من وانا عندي 11 سنة يعني يا دوبك اللي هو لسه نزلت معرض 2020 بروايه، روايتي على فكره بيتجوزوا بيها دلوقتي بجد والله، والله يعني في 6 خطبوا من الروايه بتاعتي لحد دلوقتي، انا عايز نسختين. الاستاذ وليد المخرج عايز برضو نسخه، خلاص ليك نسخه ان شاء الله. بس يعني لكن موضوع الشعر ده جه معايا اللي هو ايه، انا لما بكون مثلا متضايقه او حاجه ببتدي اكتب، لان في كابشن كده بيقول ان من رحم المعاناه يولد الابداع. اكيد طبعا اكيد. وانا حزينه جدا يعني ببتدي ان انا ايه افصل عن الواقع وابتدي ان انا اكتب. جميل. فالموضوع الالقاء ده جه معايا في قصيده كده، لقيت نفسي ايه ده، لا حلو، لا في وزن، طورت من نفسك. طورت بقى بعد كده وبدات اكتب، بس ما نزلتش اي حاجه منها غير لما حسيت ان انا فعلا مستعده. مستعده فعلا. جميل. ونزلت كام فيديو كده يعني، وكان في القاء كويس مني، وكان في رد فعل من الناس حلو يعني. جميل. عجبني. جميل جميل. اسمع شروق، اهلا بك. اهلا بحضرتك. شروق، انت شاعره؟ الاثنين. الاثنين كتبوا شعر. يعني بدات الكتابه الاول شعر، عرفينا كده. هو انا مش قديم السنين بكتب، انا بدات في شهر 7 اللي مضى، وبدات كان عيد ميلاد صاحبتي وكده، وعملت لها روايه، بس هي قصه حقيقيه كانت اسمها روايه سباس المرح، عشان اهدى لها يوم عيد ميلادها وكده، فجاء عيد ميلادها فاهديتها لها، ونزلت على البيج الخاصه بتاعتي مش على اي بيج يعني عامه وكده، فلقيت فيه تفاعل كتير والناس بتشيرها، وبداوا يجيلوا برايفت كده، اعمل جروب كده ونزل عليه، فانا كنت رافضه. انا كنت حاسه ان ما عنديش الموهبه. بس بعد كده بدا كتير، فبديت في الحد يعني بدات اتجه للروايات يعني وكده، فجيت في شهر 10 لقيت بعرف اعمل اقتباسات صغيره، بعرف اعمل خواطر كده يعني، فاللي هو اتجهت. جميل. القصص الكتابات بتاعتك شعر بس ولا في قصص روايات خواطر؟ أيوة في روايات وخواطر ورجالات. جميل جميل. غاده، انت كنت هتقولي قصيدة، نسمع قصيدة ايه؟ ممكن تعرفينا؟ أنس شوشان. ويعني فصحى، عشان ما بركيش غير فصحى. أيها السيدات والسادة، عرفتها، تفضلي. يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة،
فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة، مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد. أنا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، أنا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطورنا، نفتخر باشجرار أفكارنا، تعلمنا أن نجهد الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا. ها نحن قد غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد عرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقد كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع. هذه الأرض للجميع، القصيدة دي أنا بحبها جدا، يعني اللي متعرفهاش دي قصيدة عن قصائد أنيس شوشان عموما جميلة طبعا، أكيد طبعا، بتدي هدف ومعنى لأي حد بيسمعها أكيد طبعا. الإعداد عرفنا بس الغلاف بتاع الرواية بتاعها جاهز، عمال ما نعرف أسماء. كنت تقول أنت قصيدة حزين رومانسي فرح سعادة؟ لا حزين، حزين أول ما ضحك أنا عرفت الحزين. فضلي أسماء، فضلي مايك معاكي واحنا معاكي، فضلي. صدق اللي قال الحب بلا ويدي البلا للي فيه غرقان، ويقع الشاطر فيه ما يقوم، من قال الحب بيقوي؟ والله ما كسرني سواه. الحب حلو ويا الخالق، مش بين الخلق والخلق، ده الحب يا سيدي والله بيسبب مليون خلق. انا الهبله اللي حبيت وضحيت بإني كل أهلي وبيت، وسبت الدنيا دي عشانه وسبني عشاني كله بيت، ورغم الحزن والكسرة أبيت يكون قلبي لغير. سنين ببعت له مراسيل بإنه يرد لي، وحشاني طلته وحشني برضو أمان عليه، وكلمة يا غالية اللي كان بيقولها لي دي كلمة بحبك منه، كنت بسمعها أغنية ونام وأقوم وقلبي مش فيه، يوماتي عند البريد مستنية على أمل إنه يحن ويرجع تاني ليا، ويبعت جواب يقولي فيه راجع يا وحشاني، والله ما هغيب عنك تاني، مشيت عشاني كل بيت، وهو راجع لحضنك شئت أم أبيت. فقت على صوت ساعي البريد وهو بيقولي مجاش يا أستاذة، مشيت أبكي كالعادة، ما هي مش أول مرة استناه وما يجيش، لعله خير ويا رب يرجع. مسكت ورقة وبدمعي كتب يا أيها البلد البعيد، هل ضاع حبي في البريد؟ قصيدة سريعة جميلة، صغيرة عشان التانية كبيرة جدا. انتي طمعانة داخلة بالصغيرة عشان تفاجئينا. التانية كبيرة شوية. تمام. قبل ما نتكلم ونرجع لغادة طبعا بنساك احنا شروق بتروحي لنا عشان انتي في كادر لوحدك. شروق هتسمعيني قصيدتي؟ جبل الخواطر. ايه؟ جبر الخواطر. اتفضل. شايفين جبر خواطر يعني مش حزن، يعني حزن؟ لا مش حزن الحمد لله. اتفضل. الحمد لله. رفقا بالقلوب رفقا، يا من تؤذي القلوب رفقا، كيف تجرح قلب شخص وانت لا تعلم كيف قلبه، كيف يهدأ لك بال وانت جارح فؤادا،
رفقا بالقلوب رفقا، يا من تؤذي القلوب وتجرحها وأنت لا تعلم حالتها. أقول لك تعلم، تعلم جبر القلوب بدلا من أذيتها، لعل ما ينجيك يوما هي تلك القلوب التي جبرتها. قصيدة سريعة، طب محضرة قصيدة تانية؟ تفضلي. في قصيدة ثالثة؟ لا. اسمها حكيت حكايتي. حكيت حكايتي؟ حكيت حكايتي. تفضلي. حكيت حكايتي. ايوه تفضلي. انسان ولد فعاش بين اهله وناسه، كبر فدخل مجال الدراسه، عشق الدراسه فبدا ينمي مهاراته ومعلوماته، فاصبح الناس يراهنون عليه بتفوقه. فجاه شده تحطمه نمت الى اطراف انامله، فأصبح مستواه لا حصر له. كان يجاهد ويكافح بأقصى جهده، فواجه مشقات كثر لإعادة تفوقه. ذا الإنسان رغم تلك الشدة التي تحطمه ويأسه، رغم تلك الفترة العصيبة التي مرت عليه، بدأ ينمي ويطور نفسه ويفي بوعد لمحبينه. فرب الكون عن ذي الفترة عوضه بختم كتابه العظيم جلال تيقنه، فهبت أول فرحة عليه فسعد بأن المنايا يحققه. وعن فرحة آخر آية في المصحف أقرأها، فخر ساجدا لله وبالبكاء منهمرا، فدعا للناس بسرعة تمكينه ثم إنهاءه، ليروا كم فيه من نور وحلاوة، ووجه رسالة شكر لمعلميه وكل من استمع له أثناء تلقينه. جميل يا شو، انت كم سنة شو؟ 16. صغيرة لسه بس، يعني بس ما شاء الله عليكي. لسه بادئ، مش 10. لا جميل ما شاء الله عليكي. غادة، كلمينا عن روايتك. الرواية تعرض دلوقتي على الكتاب بتاعك. ما هو رواية ولا خواطر؟ لا هو كتاب. تنمية ذاتية. تنمية ذاتية. نافذة الذوق. تفضلي اتكلمي عن الكتاب قصادك وتفضلي. كتاب نافذة الذوق هو تنمية ذاتية. في الغالب بيحل مشاكل كتير. بيتكلم عن مواجهة الأزمات اللي بتقابلنا في حياتنا أيا كانت المواجهة. حتى الشعور اللي احنا بنحس بيه في الوقت ده، يعني الزعل كله. انا حاطه شعورك عشان تحس اللي انت في الكتاب. وبعدين بقى بدي لك الحل، النتيجه تعمل ايه. بدي لك حلول ليها. وجاي وفي كل يعني كل مشكله بتكلم عنها باجي في الاخر كده بكتب خاطره بتلخص كل اللي فات، بحيث اللي يقرا يلاقي نفسه في الخاطره وفي كل اللي فات برضه. وهقول اقتباس من اتفضلي على السريع. اول حاجه هو نهايه، في موضوع بيتكلم عن نهايه المطاف. ان احنا بنشوف مثلا الثانويه العامه نهايه المطاف او هكذا، فانا كاتبه خاطره عنه. نهايه المطاف عندما تنتهي انفاسك من على تلك الحياه، غير ذلك لا توجد نهايه مطاف. دي اقتباس. بالنسبه للوحده، فكلنا دايما بنحس ان احنا عندنا وحده او كده، فكاتبه عنها خاطره صغيره. الوحده تخلق منك انسان جديد، ومن لم يستغل وحدته فكيف يستغل وقته وهو مع الاخرين. بالنسبه بقى في خاطره ثانيه بتتكلم عن الموت، بتتكلم عن ان احنا بنتعلم. فانا بقول لاي حد ان احنا بنتعلم لحد ما نموت. مفيش حاجه اسمها انا عندي العلم كله. مفيش. أعلم جيدا. أيوه. أعلم جيدا أنك تعيش في تلك الحياة لكي تتعلم، وكل منا سيتعلم حتى يلاحقه الموت. أكيد طبعا. في بقى آخر اقتباس كده هقوله. لا تؤجل عملك، ففي كل عمل تؤجله منحة تضيع منك ومحنة تلاحقك. ما شاء الله. لا جميلة والله، أحسنت فعلا. كلمينا عن الكتاب مع دار إيه؟ هو الدار سكرايب. حقيقي يعني معاملتهم محترمة جدا.
بعت الكتاب وعجبهم ودلوقتي دلوقتي خلاص بيتقفل في الطباعه هينزل معرض الكتاب الجاي. ايوه هينزل بس الدار يعني ما شاء الله قالت هننزله قبلها علشان يبدا في السوق وكده. اكيد طبعا بس وان شاء الله هننزل في معرض الكتاب في شهر 6. هو اي دار ناجحه بتنزل كتبها حتى ما بتستناش معرض اي معرض. ايوه لا هو التسويق زي ما هو بتنزل كتبها قبل المعرض حقيقي يعني دار محترمه وكل حاجه الحمد لله. جميل. شروق كلمة شكر للناس اللي وقفوا جنبك صندوقي شجعوكي. أول شيء بشكر بابا وماما لأنهم بيساعدوني دايما. بشكر مشايخي كلهم ومعلميني. وبشكر أصحابي لأنهم برضو بيدعموني وفعلا أنا بشكر كل اللي انتقدني علشان طورني. جميل. إزاي بتواجه الانتقادات رغم صغر سنك وبتكتبي؟ هو أنا في الأول كنت بزعل وكده وكذا مرة كنت بقول لا خلاص مش هكتب تاني لكن بعد كده المساعدين اللي في الكيانات كلهم قعدوا يقولوا لي لا نقد بذي الثقة بالنفس كده فاللي هو خلاص لا عادي نقد ما دام هو نقد بناء لا عادي انا جبلك بشجعك بشجعك للتقدم لقدام. ايوه جميل. شو غدا ازاي بتواجه الانتقاد اللي انت قلتيها ازاي بقى عايزين تواجهي كلمه شكر اللي وقفوا جنبك اهلك اصدقائك اصحابك؟ طبعا كفايه انهم عاطيني الحريه يعني حتى لو مش بيشجعني كفايه اللي هي الحريه الحريه اعمل اللي انت عايزاه بجد اكام يكون ادم يكون صح فخلاص اعمل اللي انت عايزاه. فهم كان بقى يعني ادم بتعملي كذا تمام احنا معاكي ما كانش فيه بصراحه رفض نهائي على كذا لكن خلي بالك من دراستك وكذا بس وانا كنت محترمه رايهم جدا وبشكر مدرسيني ومعلميني واي حد يعني واقف جنبي واصدقائي حي اي حد واقف جنبي فانا بشكره من كل قلبي. جميل. اسمع كلمة شكر للناس اللي وقفوا جنبك صندوقي ونختم بقصيده سريعه ليكي. بص هو في الاول طبعا بابا اكتر حد دعمني وساعدني في حياته كلها يعني هو اب عظيم جدا بجد. بابا اب عظيم بيعمل كل حاجه علشان انا اتطور وبرده زي ما قالت غاده كفايه ان هو مديني حريه لما بكتب يعني مثلا مش بيقول لي ايه لا ما تكتبيش ده لا اكتبي بيشجعك دايما بيشجعني وحتى في دراستي نفس الحكايه فاللي هو انا اصلا اي حاجه بعملها عشان هو يكون فخور بيا. ربنا يخليك. ومامتي طبعا برده نفس الحكايه وصحابي وخصوصا صحابي السوشيال بجد في بعض الناس اللي عرفتهم من على السوشيال كانوا بيدعموني اكتر من الناس في الواقع ومدرسين بتوعي وصحابي ويعني واهلي برضو بس هو الاخص يعني بابا وماما اكتر حد. طب دي كانت نهايه حلقتنا وفي ختام حلقتنا هنختم بالقصيده للأسماء. انا بشكر ضيوفي شروق طه اللي كنت منوراني شعرها جميله والكاتبه غاده كشك منوره وطبعا أسماء محي هنختم معاها بقصيده سريعه وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامجكم بين الكلمات. اتفضلي. اتفضلي يا أسماء. هون ينفع اقول من غير المايك ده؟ اتفضلي تحبي. وحظك تيجي وانا واقع من السبعين بقيت معرفش عايز ايه ولا عايز مين يا ريتك جيتي وانا واقف بحيل المصلوب يا ريتك قبل ما تعدي بقلب مش مغلوب. كرهت الشعر وخفت الشعر يسرقني لزي زمان اعود في الصوره زي برواز لعود انسان اعود ضعفان وشايف في الهروب الحلم ازيد الطينه من عرقي فتعرق او يجوز تبل لقيتك ليه وانا فاقد مشاعر كلها بالسل وخارج من مرض نفسي مخليني عجوز القلب وقلبي رغم شيخوخته رفض خوفه وقال لي بحب لكن بخاف من الجيات بخاف من البسط في المرايات بخاف من زهوة البدايات عشان دايما بتخدعني مفيش غيري يشيل عني مفيش غيرك هينفع اهل ونفسي الاقي تغييري واصلح نفسي وتبقيلي وترميلي وجه عمرين ونبقى اتنين بروح واحده تكون روحك يا حلوه على جزئين اشوفني مره بعيونك واشوفك مره بعيوني الاقي طفله من لونك وطفلك يبقى من لوني لكن يا خلق دلوني اروح على فين والاقيها ولو ينفع اراضيها ولو تبعد اراضيها امد المشي لو على فين وقولوا برضو كيف اصلح واحب وانا الاساس اتنين واحد خايف من الخطوه وواحد عايز الخطوه وعايز